كمان عايزه اخرج معاك. جه ساعتها مشرف البريك تعالي هات ده الدليل على وقع الصوره بتاعتكم. دايما بيطلب مني اجابات لكل مشكله. انت ما ينفعش تكسر، انت لازم تاخد لي حقي. والحمله جزء من حمله عالميه اسمها البرفورمانس. النهارده عرض دايره من معموله علشان 16 يوم لمناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي. احنا السنة دي عاملين حملة اسمها قانون نشاز، وحملة قانون نشاز اسمها قانون علشان بتركز على إشكاليات القوانين اللي موجودة في القانون العقوبات المصري اللي بترسخ لمفهوم العنف ضد النساء بشكل خاص. وإيده اللي كل شوية بتمسك في جسمي أجمد بتوجعني، كنت بغمض عيني. انا ما بقتش بحس انك حاسس بيا ولا قريب مني، لا فاهمني ولا حتى شايفني. بقيت دايما بحس ان علاقتنا سطحيه. انا زهقت، لازم تعمل حاجه بقى، انا عايز احس بيك. مهم انت بتعرف الناس ان في حاجات ممكن تعملها ده اسمه تحرش او اسمه بيجرح التاني. الازمه بس ان النوعيه اللي بتحضر العروض دي هي نوعيه مدركه ده اغلبها طبعا، لكن اللي في الشارع نفسه ما بيحضرش العروض دي، ودي الازمه في حد ذاتها. انت ازاي توصل للناس دي؟